وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص لما جاء ليدخل في الإسلام يقول عمرو: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك يا رسول الله. فلما بسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده قبض عمرو يده، فقال له: ماذا يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص: أردت أن أشترط، يعني أريد أن يدخل في الإسلام بشروط، أردت أن أشترط يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا تشترط؟ فقال عمرو: أشترط أن يغفر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن بمجرد دخولك في الإسلام يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى، وأن الحج أيضا يهدم ما قبله.